النصيحة هي من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، سواء الألعاب الجماعية ولا الألعاب الفردية أو النشاطات الأخرى اللي هي المتوسطة الشدة، والهدف من ممارسة الأنشطة الرياضية المنتظمة مرتين في الأسبوع على الأقل، هذا بيعمل على إبعاد الملل عن العمل الوظيفي وحده، بجدد النشاط والحيوية، بزيد الإنتاج عند العاملين، أيضا بالنسبة للطلبة بفرغ الطاقة المختزنة اللي موجودة عندهم، وبيجعلهم إنهم ينضموا بالفرق اللي موجودة في الجامعة.